السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أندي ديلور، وين لا صوت يعلو فوق صوت أندي ديلور في مونبيلي في نادي الجنوب، أين يواصل إحكام قبضته على كرسي الإشادة والثناء والمدح من طرف الجماهير ووسائل الإعلام بفضل ما يفعله ويقدمه في هذا الموسم، موسم استثنائي بالنسبة لأندي ديلور، وين نقولوا باللي اللاعبين اللي راهم معترفين به دي زونسيا جوار، لاعبين اللي يعرفوا الجمهور اللي يعرف كرة القدم أحسن معرفة، يعرف كرة القدم أحسن معرفة، وين الناس راهي تمركي في تمركي كيما اليوم غدا إن شاء الله ديلور يمركي. وين شأن كان النجم لمباراة فريقه أمام بريست في مواجهة انتهت بهدفين لهدفين، حيث كان ممرر حاسم في الهدف الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعد عمل فردي رائع، محتفل بطريقة يقال فيها ماذا تريدون أكثر من هذا. يعني لعب هذا وين شو كيفاش وين أعطوه نص فرصة في الفريق الوطني الجزائري، وين برهنا بأنه لعب من طينة الكبار، برهنا بأنه لعب تاع كبار، لعب من كبار ماشي لعب تاع الجهة فرصة راه مسجلها، الجهة الثانية يسجلها، الجهة الثالثة يسجلها، لعاب يعرف كيفاش يخدم الزملاء تاعو في هجمه معاكسه. شاهدنا كيفاش نهار زيمبابوي وين من شاف البوله رايحه عند محرز كيفاش جبد معاه لعاب وخلى لعاب واحد برك مع محرز، ما راحش يجري عند محرز باش يبلع عليه، جبد على محرز وخلى محرز وحده، خلاه يتفنن في قتل الأرانب في حديقته، في اصطياد الأرانب في حديقته المفضلة رياض محرز. شوف كيفاش خدم المحرز، راسك كي يدور صاحبي، خاطر كي تبع البولة الأولى تبع تحوس غير محرز يماركي، بصح كي تكون مريح وتعرف البولة تشوف كيفاش خرجت البولة، راحت عند كيما نقولوا احنا عند بالرحمه 60 متر بعد مي تكمل البارتيه وتكون اليز، تعاود البارتيه تتفرجها تشوف كيفاش اندي ديلور كيفاش جبد معاه جوار، خلاه ارنب وحده برك، جبد معاه جوار ما جاب يفيق يروح يكوبري على صاحبه، كان تروطار محرز كان مركا كان تيرا صاي، تفنن في تعذيب المنافس، خلاه تفنن في تعذيب جبد محرز غيزة تريبلا كان قادر، خاطر على الجوار هذاك سمح في ديلور وجا عند محرز، كان قادر يعطي ديلور وحده، بصح محرز بغى يقتل اللقطة بهدف، خاطر كي تشوفها وين شاهدنا كيفاش النجم وين أصبح وين نجم المباراة، وين ادى نجم المباراة فريقه أمام بريست في مواجهة انتهت بهدفين لهدفين، وين حيث كان ممرر حاسم في الهدف الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعدما عمل فردي رائع، محتفل بطريقته يقول فيها ماذا تريدون أكثر من هذا. مع كل هذه الوقفة وين وقفت العارضة ضده وحرمته من تسجيل بعد رأسية قوية أندي ديلور، ورفع رصيده إلى 7 أهداف وانتقى للمركز الخامس في ترتيب هدافين الدوري الفرنسي، كما رفع رصيده إلى 6 تمريرات حاسمة وتصدر القائمة أكثر من صانع أهداف في الليغ 1 في هذا الموسم الذي يعتبر استثنائي للمهاجم المنتخب الوطني الجزائري، وين يثبت وين يمشي بثبات
بعد وين انه من احسن المهاجمين حاليا، وين ساهم في تسجيل 13 هدف خلال 14 مباراه، يعني وين بين صناعه واهداف، بين صناعه واهداف. وين اندي ديلور دائما هذا اللاعب المحارب اللي كسب قلوب الجزائريين، يعني محارب بمعنى الكلمه. تحس باللي هذا اللاعب كي يلعب يحوس يفوز، هذا اللاعب كي يلعب ما يحوش هو يمركي، يحوس يمد، يحوس من يحوس يصنع، يحوس يعني لعاب تنجم ديرو ميليو تيرا، تنجم ديرو على الاطراف، تنجم ديرو اون بوين، تنجم لعاب ما تخافش عليه، تنجم تكون رابح لادفيرسير يكون طايح عليك ديرو في لا ديفونس، يكون سوتيان فانيك يجي يلعب قدام المحور، يلعب قدام المحور، قدام كيما نقولوا نحضروها بالعاميه، يلعب قدام الكاتو سانك، يلعب قدامهم فانيك يكون سوتيان تاعهم، يعني ما تخافش، لعاب مقاتل بمعنى الكلمه، ما تخافش منه، لعاب ما يبكيش، لعاب اللي ما يبكيش، لعاب اللي يبكي لادفيرسير، حنا نعرفو نبكو لادفيرسير، ما نعرفوش نبكو، نبكو لادفيرسير وما نبكوش، ناس تسجل منه ويسجل في خمس، يسجل في وحده مكلاسيا، في بطوله مكلاسيا، مع خمس اللوالا في اوروبا، مع اقوى بطولات الخمس الاوائل في اوروبا. مش كيفاش خويا؟ وراه يقدم مستويات الله غالب، هاي عاطياتو السنه، راهي عاطياته السنه، راهي يقدم السنه، راه باغي هو يكون باباها، هو باباها في مونبيلي. وزيد على بالك باللي كان مريض بالكورونا، وين برا، وكان مازال له الحجر الصحي، كان مازال وين، هو اش دار؟ راح للنادي تاعو، اش دار؟ راح دخل دار دوموند على الاتحاد الفرنسي باش يخلوه يلعب. تما اللاعب عنده المكانه تاعو، الميزان تاعو ثقيل في مونبيلي، ثقيل في فرنسا، هذا المكان تاعو ثقيل، ولعاب خدام. شاهدنا الناس كانوا يلموا في الفناجيل والفراشيط، هو كان يتريني، يربط في البنوات، طايح بالماسيطه في البنو، يربط 30 كيلو براسه، يتري براسه، كاع سلم 30 كيلو براسك، ولا تلقى 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 الهواء تضرب حاجه جايبه حيه جايبها الهواء تلقاها براسك، شات لك نهار جايب ابوي هذيك واحد، وتاع اللي ضربت في البارة، هذيك تاع البارح اللي ضربت في البارة، شتوها ولا ما شتوهاش؟ تاع اللي ضربت في البارة، حيه وحدها وصايك، حيه وحدها اخويا. على هذيك نقولوا بلي ودي اليوم اندي ديلور وين اصبح لعاب يعني من طينة الكبار، لعاب اللي قدم، وين شو كيفاش لعاب، احنا كيما يقولك نفرحوا بأي لعاب وين يقدم مستويات، ما خاصناش لعاب اللي المهم راه يلعب، خاصنا اللعاب اللي يكون في المستوى. وهذا فانيك مع ينجم هذا من التشكيلة المكتملة، هذا غدوة إن شاء الله ما تخافش، غدوة كونتر تلعب كونتر البرازيل، كونتر الألمان، كونتر فرنسا، كوب دي موند، ما تخافش، خاطر غادي يشيطهم راه خويا، حوسي ماركي، يحوسي ماركي، يحوسي ماركي، لعاب هذا اللي يخدم. هذو هما اللعابة اللي نحتاجوهم حنايا يعني في المنتخب الوطني الجزائري، اللي يعطيك البليس، اللي يعطيك البليس، مش يقعد لك يقعد يبكي لي انا البكا، ما ينفعش البكا، انا نحوس على التشكيلة المكتملة، حوس لي يلعب، لي يقدم، لي يدخل، لازم من يعصر هاك تريكو، ينعصر، تحس باللي هذا اللاعب مدلك، عاكتو فرنسا كاملة يتهدر عليه، إعلام ما يهدر عليه، إعلام ما تعرف به، ناس ما تعرفها به، احنا ما نعترفوش به، احنا هذاك الحمد لله يا ربي راه عندنا هذا اللاعب، الحمد لله رانا نشوفو هذا اللاعب، كثر خير أمه، والله كثر خير أمه، قال يقولك لا ما عندنا ما ندير، كيما عندك ما تدير بها. عندك هذا كي هذا جزائري، نحسب عليك جزائري، هذا يحسب عليك جزائري، هذا انا نحوس ليه يلعب،
ما نكذبش عليكم، انا 23 عام كونسيبهم كاع كاع ملي هي تجي منا وحطها، نشوفوا انا نشوفهم. ما تقارعش هنا مين يدير لك التشكيله، يتقارع هنا هادو هنايا، تقارع عليه باللي غادي يدير لك التشكيله وغادي يخدم لك كره القدم وغادي ما يخدم لكش. هادو هنايا الا شتو نعرفو يا ودي، انا عارفو 2007 2008 ما كاليفيناش، 2006 ما كاليفيناش. ها ودي باش تعاودو تولو، ها عاودو ولو الزبله، ها تبغو الزبله. اي والله ماني عارف، انا بنادم بنادم يطير في انجليز، يطير في الالمان، واحد يطير في فرنسا، يدير لك هاك انظر ماذا فعلوا في قطر. شا فعلوا في قطر؟ شا ما فعلوا والو في قطر، شا فعله؟ عليك انه عائد بقوه. جوار يلعب لك كونت، يلعب لك كونت كونت ليفربول، يلعب لك منا، يلعب لك بدون مركب نقص. من بعد تجي انا يجي يقول لك انظر ماذا فعل، شا فعل؟ ما فعل والو. انا اللي راه في اوروبا هو اللي راه يفعل، هذونا ما راهم يفعلوا والو. هذه هي نحوس القوه اخويا، هذه هي.